حياتك ده؟ هل ده وليد المعاناه اللي انت عشتها؟ يعني انت بتعمل خير النهارده بهذا الكبير لانك انت شفت في يوم الايام انك انت مش لاقي تاكل فانت بتساعد؟ اكيد. ولا ايه؟ يعني انا كان نفسي في بدايتي وانا طالع يبقى فيه نجوم يعني يقدموا لي مساعده. لا لا بتشوف العكس تماما. باستثناء طبعا يعني نجم واخويا وحبيبي الكل الفنان محمد منير. الفنان محمد منير ليه مواقف معايا كتيرة من وانا صغير قبل ما تعرف اصلا. يعني كان يقدمني في حفلة كان واول ما اطلع او ما طلعت اتكلم عني كويس و يعني تحصل مواقف يتكلمني في التليفون خد بالك ده معناه اوعى تفهمه غلط معناه ان انت بتكبر. انا بحبه جدا جدا. تقول لي مين ساعدني انساك؟ ساعدني انساك؟ اه ولا حد. امتى قلت بتصعب عليا نفسي؟ بصراحه في فتره في حياتي كده كنت كل ما اعمل انجاز الاقي الاعلام متجاهله والاقي في حرب طالعه كده المفروض بالنسبه للناس هما مش عارفين ليه بس انا عارف ليه. يعني ببقى عارف ليه وعارف مين. خلاص طبعا ما تسالنيش بقى مش هسالك ليه ولا مين ماشي. بس بيصعب عليا ان لما في ساعات بيحصل انجاز باسم البلد او حد ايه اللي بنعمله ده. يعني طبعا بعض في ناس طبعا محترمه بترصد الحاله كما يجب وبيفرحوا بحاجه زي كده. انما في ناس كنت دايما احس في قسوه كده ويقودوا حرب ويقودوا حاجه كده فيها غل قوي. طب انا ذنبي يعني ان انا يعني لسه كنت بقول في المؤتمر لو ذنبي طب ان انا بشتغل كتير وعايز احقق حاجه وعايز المفروض الطاقه دي عشان انا والله غلط انك تشتغل كتير قوي كده. ما تزعلناش بقى اشتغل قليل انجح قليل حبيبي. يعني بحس الطاقة عايزة تقول كده بزعل. انما ايوه بزعل لي ثانيتين وبعدين بقى ايه الحتة اللي جوايا بقى اللي هي تستفيد بقى بده طاقة حرق كده رهيبة جوايا وهم طالع بفكرة عاملة كده. طب امتى عشت اصعب احساس؟ اصعب احساس عامه هو الظلم. يعني عامه بالنسبه لي انا لما انسان يتظلم وانا ظلمت في حياتي كتير بس كنت يعني انا مؤمن بحاجه يعني ما دام وقع عليك في حاجه وقعت عليك خلاص ربنا كاتبها لك عليك انت تتعلم منها. اولا تقول الحمد لله من قلبك من قلبك يعني صادق طبعا وتتعلم منها وتشوف ما جايز يبقى اختبار جايز يبقى حاجه ربنا بيمتحنك بيها بيشوف قوه صبرك بيشوف هتتحول هتعمل ايه هتستفيد بيها ازاي يعني ممكن تقدر الانسان بايده يحول المحنه لمنحه هو شاف الموقف ازاي بس هتتوقف على انت شفت الموقف ازاي.